انا اسمي محمود منير، تمام. شغلت مع شركه اسك، الشركه العربيه السويسريه للهندسه اسك، تمام. احنا دلوقتي جايين عدد 74 واحد مصريين فصل تعسفي. الشركه بعتت لنا جوابات بعد شغل اللي بقاله 20 سنه واللي بقاله 25 سنه، تمام. بعتت لنا جوابات تعسفي بتاريخ يوم 11/7، وبتقول لنا من يوم 31 مالكوش عندي اي حاجه، مالكوش اي حق من الحقوق بتاعتكم، تمام. ولا عاوز يدينا حقوقنا، احنا مطالب ان احنا نرجع الشغل، لان طبعا في ناس معانا عندها 40 سنه والناس عندها 45 سنه، تمام، وناس عندها امراض كتيره بسبب الصناعه، حابه انها ترجع الشغل او كده هو، تمام. الشركه مش رافضه انها ترجع الناس الشغل، تمام، رافضه انها تدي للناس حقوقها، رافضه يوتها حاجه خالص، تمام. رحنا عملنا محاضر في مكتب البساتين، مكتب العمل بتاع البساتين، كتبنا الكلام ده كله، عملنا شكوى جماعيه بالعدد كله بال 74 واحد. مكتب العمل بعد اسبوع رحنا عشان نعرف الجلسه او ايه اللي حصل، تمام. الشركه يا دوبك بعت لنا واحد من الارشيف بيقول لنا روحوا ارفعوا قضيه واعملوا اللي انتوا عاوزينه، احنا بالنسبه لنا مش فارقه معانا. طلباتنا انا عايز ارجع العمل، كل الناس دي عايزه ترجع العمل، وليا زمايل تانيه قلقانه ان هي تيجي معايا هنا، انا ليا اصدقاء خايفين يجوا هنا بسبب الداخليه، قلقانين ان ياخدوه.